واحدة بتبعت وتقول سؤالي ومشكلتي هي انني تزوجت من انسان مريض نفسيا واكتشفت مرضه بعد الزواج ولدي منه طفلين وانا لا اعلم كيف اتعامل معه ولا اعلم هل هذا صليب ام عقاب عن خطاياي وهل عندما اهرب منه واذهب الى بيت ابي هل هذا هروب من الصليب كون انك انت ما قدرتيش تكتشفي انه مريض نفسيا الا بعد الزواج دي غلطة منك طبعا مفروض انك انت تكوني ناصحة تعيش في حاجات زي كده المريض النفسي مرضا يعني غير قابل للشفاء ومرض خطر يحكم فيه ببطلان الزواج لكن ما يحكمش فيه بالطلاق لكن انت خلفت منه عيلين يعني عشت معاه معيشة طبيعية على الاقل مدة سنتين ونص او ثلاثة فازاي خلال المدة دي كلها ما اكتشفتيش انه مريض نفسيا ولا لما ابتديت تزعلي منه اكتشفت انه مريض نفسيا حاولي انك انت تروضيه عارف يعني تروضيه اذا كان بعض الناس بيروضوا الاسود فانت مش هتقدر تروضي هذا الانسان بالكلمة الطيبة بالابتسامة بالمعاملة اللي كذا كذا بالتغاضي عن بعض اخطائه وكأنه لم يخطئ يعني انا مش هقدر اقولك بالضبط ايه اللي ينفع لكن حاولي